هذا البرنامج برعاية رحلة الدخول إلى عالم نجوم الصناعة. اكسب مصنع الموسم الثالث، ملايين أخرى في الانتظار. هذا البرنامج برعاية الجولة الثانية. في الجولة الثانية بيتنافس ستة من المصنعين، رسمالهم خبرة وحلم وأمل، ويكسب مصنع فرصتهم، والجايزة في هذه الجولة 100,000 جنيه. المتسابق الأول أحمد صدقي. بحب المنافسة وفي الصناعة هكسب. المتسابق الثاني مصطفى الغزالي. الصناعة دي لعبتنا وهكسب إن شاء الله. المتسابق الثالث أحمد إبراهيم. أنا قد التحدي وجاي عشان أكسب. المتسابق الرابع محمد أحمد محمود. هدفي أكسب المسابقة إن شاء الله. المتسابق الخامس أحمد حرفوش. الصناعة علمتني التحدي في المكسب. المتسابق السادس إيهاب عز الدين. أنا جاي علشان أنافس في المكسب. لجنة التحكيم في هذه الجولة ثالث سنة بشارك في لجنة التحكيم لبرنامج اكسب مصنع، وان شاء الله السنة دي زي ما نجحنا السنتين اللي فاتوا ان احنا نقدم مهارات جديدة وناس جديدة يغزوا الصناعة المصرية، ان شاء الله السنة دي هنقدم لكم ناس جديدة وقصص نجاح جديدة. انا بشارك في مسابقة اكسب مصنع للمرة الثالثة على التوالي، وفخور بتقييم المشروعات الصناعية والافكار الصناعية الناشئة. الصناعة هي الاقتصاد الحقيقي، وبدونها لا يمكن أبداً تحقيق حلم 100 مليار. الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأداة اللي ممكن من خلالها نحقق فرص التشغيل الذاتي ونضيف الاقتصاد الوطني والإجمالي الناتج القومي إضافة كبيرة. في الموسم الثالث هكون معاكم عضو في لجنة التحكيم. ارجع كم سنة لورا، أول ما ابتديت كان نفسك تسيب وراك إيه؟ عشرة؟ بصمة؟ سيرة حلوة في كل بيت؟ طب اطلع شوية قدام بالسنين، حلمت تتأثر في حياة مين؟ ما انت الحلم اللي كان دايماً سابق الزمن وعينه على الهدف، والهدف اللي وصلك لبكرة، وبكرة اللي كمل لسنين، والسنين هي اللي بتعمل مستقبل وتاريخ، والتاريخ في ناس بتحكيه وناس بتبني. احنا بنينا عشرة 125 سنة مليانة حكايات. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم وجوله جديده، متسابق جديد في الجوله الثانيه من جولات اكسب مصنع الموسم الثالث. النهارده حكايه مختلفه جدا مع الاستاذ محمد احمد. اهلا بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. السلام عليكم، معكم محمد احمد محمود ابراهيم، بصنع منتج لوحات كهربائيه. محمد احمد محمود، حكاية بتبدأ وبتتكرر قدام عينينا في اكسب مصنع. صنايعي بيصنع الخامات اللي بيستخدمها، بدأ مع مجموعة من زملائه إنشاء الورشة وشراء الماكينات وصناعة العينات وتعاقده مع زباينهم اللي بدأوا يقدروا منتجاتهم. محمد مش بينافس نفسه، محمد بينافس أفكاره في تطوير الصناعة. بصنع منتج لوحات كهربائية، عندي منها نوعين، نوع شعبي اللي هو المصري يعني، وفي نوع هابي كوبي اللي هو التقليد الأجنبي. بدأت بالشعبي عشان إمكانيات أنا والشركة. بدأت المشروع يعني كانت فكرة، والحمد لله ربنا كرمنا، أخذنا قطعة أرض مؤجرة مساحتها حوالي 450 متر، جبنا فيها بعض العدد ووقفنا على حاجات تانية، فطبعا ضيق الزتريات يعني. فكنت مستني من حضراتكم الدفعه ديت، ان انا جبت مكبس وجبت مكنه لحام وجبت تنايه جبت بناطه، فاضل عندي المقص وفاضل عندي المكبس الشاكوش اللي هو بيعمل الخدعات ديت وال45 والحاجات ديت، وفاضل عندي الصواريخ وتشغيل الدهان او فرن الدهان. الجهاز لوحده عامل بس حوالي 25,000، انا عامل الكابينه. ف يعني حلمي بسيط ان اكسب مصنع معاكم. اولا احنا اللي كسبناك النهارده، ربنا يكرمك. بس قول لي، يعني هو دي لوحات كهرباء صح كده؟ تمام. الاول ما كنتش عايزك بس تبدا بكلمه كوبي وهي كوبي، لان الدكتور احمد اللي لسه نصب بيزعل جدا من تقليد المنتجات الاجنبيه. ما احنا عايزين نوفر الحاجه دي في سوق مصر. انت بتصنع نوع منتج معين بتصنع مش معنى انها كوبي ان هي هتبقى يعني، لا لا، بهتم بجودتها، بهتم بكل حاجه فيها، بالدهان يعني هتشوفها منتج اجنبي بعد الفينش. انت مكانك فين يا محمد؟ انا فاتح في القوميه دلوقتي، طبعا ما رضيتش ابدا في المصانع الكبيره او المناطق الكبيره زي 6 اكتوبر والعاشر عشان الدخل وكده، وعشان ما زيدش على المنتج مصاريف زياده. انتوا كام شريك تقريبا في المشروع؟ انا واثنين كمان معايا. انت واثنين كمان معايا؟ انا لحام ومعايا برضو واحد يعني مقص وتنايه، يعني صنايعي يعتبر، ومعنا مهندس استشاري، وبرضو يعني محتاجين استشارات حضراتكم برضو، او في اي حاجه تاني توجيهات لينا احنا تحت امركم. انت شايف نفسك يعني انت عايز تعمل مصنع، يعني ده معناه انك انت عايز تطور الامكانيات اللي انت بتشتغل بيها دلوقتي، مظبوط كده؟ ازود العدد. تزود أنا العدد. انا بدات فعلا بس يعني انا بادئ من شهرين، او يعني بادئ يعتبر شغل جدي من 1/12. ده بدايه شغلك؟ ده بدايه شغل. يعني احنا واقفين مع بعض دلوقتي على خط البدايه بتاع المشروع. وقفت بقى عايز الدفعه اللي هي ايه، اللي هي ان انا ما اعملش الحاجات دي، الشغل ده يعني المقص هيوفر عليا ان انا اقطع الليزر، والتنايه لما تشتغل عندي هتوفر عليا انها تاني بره، لان كل دي برضو مصاريف. انت جبت الحاجات دي اوريدي؟ ما جبتهاش لسه ما جبتش المقص والتنايه؟ انا جبت التنايه بس لسه ما شغلتهاش، والمقص لسه ما جاش. شغال دلوقتي ليزر. فالليزر بيكلفني برضو. يعني التنايه النازله لوحديها ب 3 جنيه، المقص نفس النظام. طب انت لو صنعت كميات اكبر هل هتلاقي ليها سوق وبتتباع، ولا سوق مش مستحمل كميات اكتر؟ لا، انا انتاجي في اليوم كان مبدا 50 لوحه في اليوم، حوالي 2000 لوحه في الشهر. 2000 لوحه؟ انا بعمل ده خلال الشهرين اللي انت اشتغلت فيهم. عملت حوالي دلوقتي يعني مبدئيا يعني عشان برضو ما زودش اعباء، عملت حوالي 500 لوحه من احجام مختلفه. معايا الاحجام بتبدا من 25 في 30، بعد كده 30 في 40، وعندي 40 في 50، وعندي 40 في 60، و50 في 70، 60 في 80، 80 في متر، متر في متر و20، ده أكبر حاجة عندي. إذا كان الشعبي أو الاقتصادي. طبعًا لو شعبي. طب أمال إيه الرقم الـ2000 لوحة في الشهر؟
ده انا الطاقه بتاعتك قصدك بس انت ما وصلتلهاش. الانتاجيه بتاعتي حاليا على وضعي حاليا تقدر توصل ل 2000 بس ما وصلتش. انا بقول لحضرتك انا وقفت علشان ما زودش اعمل بس ايه تسويق للوح بعد كده على اساس العائد يعني الدخل اللي هيجي او اللي هيدفعه الزبون يعني عشان يشتري هزود بيه الدخل. تقريبا ال 500 لوحه اللي انت صنعتهم ثمنهم كام؟ وصلوا دلوقتي مثلا 60000 جنيه 70000 جنيه 60000 ده قيمه الانتاج بتاعك خلال الفتره ده لسه صاج لسه صاج لسه ما تجلخش ماشي لسه ما دهنش لسه ما جبلوش الاكسسوارات بتاعته المفصلات والاقفال ماشي لسه الكلي كرتونه. بتبيع بسهوله ولا عمليه البيع ممكن تبقى صعبه او البضاعه ممكن تقعد عندك فتره طويله جدا؟ انا مبدئيا لسه ما دخلتش السوق جدي عشان ما بكذبش على حضرتك. في مرحله التجريب يعني؟ مرحله التجريب. طب ايه اللي خلاك تنتج المنتج ده وانت مش عارف ليه سوق ولا ملهوش؟ لا انا معايا الناس اللي هم يعني شغالين في المبيعات هم اللي شجعوني على كده وقالوا لي احنا هنسوق لك. يعني المنتج ده اشتغل مش هرمي مثلا 2 مليون 3 مليون في الارض يعني واقف اتفرج عليهم. بدافع ناس يعني. يعني انت شايف السوق بتاعك وعارف ان السوق يستوعب كميات كبيره من الانتاج بتاعك ويستوعب انا يعني ممكن يشتغل على السوق المصري والسوق العربي كمان. عايز تصدر يعني يعني احنا انا كنت شغال في مصنع قبل كده كنا بنصدر للدول العربيه. مين الزبون بتاعك؟ يعني محلات وسط البلد حاليا دلوقتي في ناس في اكتوبر. بس مين الزبون النهائي؟ يعني الشركات ده بيحتاجوا اللوحات الكهربائيه الكنترول. شركات ايه بتعمل ايه؟ انا نوع من الشركات اي شركات بتحتاج فيها خط كهرباء بتحتاج لوحه الكنترول الوحدات السكنيه المشروعات القوميه مثلا المشروعات القوميه صح كده. هل انت عندك الرخص اللي تاهلك انك انت تقدر تتعاقد مع مشروعات رسميه؟ ما هو ده برضو من ضمن الحاجات اللي خلتني جيت هنا اكسب مصنع ان انا احصل على الرخصه. بس هو في منافس ليك؟ في منافس ليك كده اكيد في كتير في كتير ومن غير رخص كمان. بس انا جاي عايز اشتغل يعني عايز اخش السوق على رجل ثابته مش عايز حد يتكلم معايا. لا كيانات معتمده ولا اللي موجود في السوق يعني مثلا دلوقتي اللي انت حضرتك المنافس ليك في كيانات معتمده حاليا ولا هي ماشيه كلها بدون تراخيص؟ او ثلاث ارباعها بدون ترخيص يعني او 99% من بدون ترخيص. فانا عايز اخش بقى ايه بالترخيص عشان ابقى واقف على ارض ثابته. جرأتك بقى في التحول من صنايعي الى صاحب مصنع وبتنتج منتج كنت بتنتجه وبتشتغل فيه في شركات قبل كده يعني حسيتش بحجم الخطوره ان السوق ده ممكن يكون صعب عليك ممكن ما تقدرش تكون تسد في المتطلبات الماليه لمشروع انتاج يمكن محتاج ملاءه ماليه كبيره جدا ولا؟ والله لا تترك حلمك يظل حلما يعني مش هفضل طول عمري شايف حلم فلازم تغامر يفوز باللذة كل مغامر. لازم تغامر اكيد طبعا لازم اغامر. وانت مغامرتك دي شايف ان هي محسوبه ولا مغامره ممكن لا على الله انا ما اقدرش احكم فيها. انا دخلت بقلب يعني. طيب متوكل على الله ثم مع حضراتكم يعني. كلنا في حاجة حلوة بينا كلنا كل لحظة تملي نسند بعضنا أهل مصر في كل شبر في أرضنا أهلنا دول هم حتة مننا
شرحها ولسه بكرة أجمل وأحلى من اللي فات ولسه في أحلام كتير نوصل لها في بينا حاجات عشرة وحكايات أجمل ذكريات 125 سنة وإحنا جزء من أهل مصر بينا عشرة طويلة مليانة حكايات وكل يوم بيعدي بنتطور وجاهزين لبكرة بحكايات أكتر 125 سنة عشرة مليانة حكايات لأن البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر. دكتور خالد عبد العظيم، يمكن الحقيقه برضه هو احنا قدام طموح ومشروع يتكون وصناعيه يتحولوا الى اصحاب مصانع لان هم شافوا سوق للمنتج اللي بيشتغلوا عليه. يعني نسمع تقييم وتعليق واسئله حضرتك. محمد، انت قلت انت داخل الشغلانه على الله ونعم بالله ان شاء الله ربنا ما يخيبكش ان شاء الله ويكبر بخاطرك، لكن في مجال البيزنس لازم بيبقى فيه قدر من الحسابات. انا ازعجني في الكلام اللي انت قلته انه التسويق او المبيعات انت اقدمت على الفكره بتشجيع من ناس هم اللي عندهم معرفه السوق، وده من اخطر ما يكون. ان انا النهارده انا هستثمر وهحط فلوس في معدات وماكينات وتكاليف والسوق، انا شخصيا صاحب المشروع مانيش ماسكه في ايدي ومانيش عارف ابجدياته ايه، سايبها على عهدة اخرين. ده بيحط كل مشروعك على المحك. اي بي سي اي بيزنس، انك انت لازم تبقى انت صاحب المشروع، عندك في دراسة الجدوى بتاعتك تعرف نفسك هتبيع لمين، هتبيع في السنة الاولى قد ايه، هتبيع في السنة التانية قد ايه، هتبيع من المنتج ده قد ايه، من المنتج التاني قد ايه. فده كله المفترض انه يكون موجود في دراسه الجدوى الاقتصاديه بتاعتك. حاول بقدر المستطاع انك انت ما تسيبش نفسك انك انت تبقى جوه وغيرك بره. لازم يبقى لك تواجدك انت شخصيا، علاقات مع العملاء، معرفه لاحتياجات السوق، ما تسيبهاش عند غيرك حتى ولو كانوا الناس دول شركائك. الجزئيه الثانيه، انا حابب اسالك تصورك بشأن تطور مشروعك ايه، لانه في ناس كتيره بدات بالعلبه الفاضيه وانتقلت بعد كده الى كنترول روم كامله. فهل انت عندك تصور بشأن تطوير؟ اكيد يا فندم، طالما بدات بحلم لازم اكمله للاخر. انا بدات يعني مثلا نزل السوق وتعرفت بلوحه بمنتج باسم، يعني اكيد هطور مني، مش هسيبه على حاله. طيب منتج باسمك لو وانت عندك مكبس اعمل لك اسطمبه بارزه. ايوه، عشان يبقى لك اسم على غطا العلبه بتاعك، ما تسيبش المنتج على الكرتونه، ما تسيبش اسم المنتج على الكرتونه بس، يتضرب في السوق تاني يوم. فخلي لمنتجك بصمه بارزه باسطمبه، وانت كده طالما عندك المكسب المكبس مش هتحتاج غير حته الاسطمبه مش بس، ودي مش اسطمبه قطع وتحرير، ده اسطنبة بلس بس لكن مش قطع وتحرير يعني. يلا اتمنى لك التوفيق. دكتور احمد الليسي، هل لديك تعليق؟ يعني اتمنى لك، انا يعني عجبني قوي اقدامك وعجبني قوي انك بتحاول تمشي ورا الحلم بتاعك، بس ما يمنعش ان يمكن محتاج دراسة اكتر ومحتاج تعميق اكتر، لان حاسس يعني وكله باذن الله بس عقلها وتوكل. فحتة الدراسة يمكن والرؤية أو حجم السوق اللي أنت عايز تخش فيه قد إيه، أو المتاح قد إيه، أو إيه الهوامش المختلفة في اللي هي بنسميها الفاليو تشين، أعتقد الحتة دي يمكن محتاجة شوية شغل منك. الصناعة جزء منها طبعاً المادة اللي إحنا بنصنعها أو المنتج اللي إحنا بنصنعه، بس ده مش كل الصناعة. يعني لازم نعرف هنسوقه لفين وهنسوقه لمين وإزاي وبكام وإمتى علشان يكون عندنا الدايرة مكتملة.
لان في ياما ناس صنعت منتجات كويسه جدا وفضلت عندها وما راحتش في حته وما خرجتش من المخازن. ف يعني لمبه، انا مش عايز اخوفك، انا معجب قوي باقدامك، بس في حاجات يمكن عايز تفكر فيها شويه وتركز فيها شويه ان شاء الله. استاذ سالم، هل لديك تعليق او سؤال محمد؟ زي ما احنا متفقين كلنا استاذ محمد، الدراسه التسويقيه بتاعتك مش واضحه شويه، ان انت مقبل على مشروع جديد، فلازم تكون الدراسه بتاعتك واضحه وصريحه وامكانياتك واضحه فيها. القصه كلها بدات ببرطمان. هنفضل مزنوقين في الهنجر ده لحد امتى؟ انا مش عارف امشي يا سامي، مش عارفين نتحرك. ما كناش هنوصل لكل ده من غير مساعده البنك الاهلي المصري. دي اجود طماطم هتلاقوها هنا. سي موسر خنداع، هي الطماطم دي ما تعملش كاتشب ليه؟ جاهز يا سامي؟ هدول الخبير جون من فلوريدا. مفيش فايده يا سامي، بعد 40 محاوله عملنا ازازه الكاتشب دي. سامي تعال. ايوه يا ريس. السرد ماشي بطيء ليه؟ هنسرعه لك يا ريس. احنا كده مش هنصدر يا سامي. ورجعنا لكم مشاهدينا مع رجل الاعمال الناجح كريم يوسف. نجح دي لما افتح مصنع في النرويج. هو انتوا بتسقفوا على ايه؟ احنا فتحنا في النرويج بس. لو طموحك ملوش حدود، دعمنا ملوش اخر. دعم وتمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه من البنك الاهلي المصري، دعم ملوش اخر. الحقيقه انا يمكن عندي تقييم او تعقيب يمكن يخالف شويه الساده اعضاء لجنه التحكيم، لان الحقيقه انا يمكن انتمي شويه الى او انحاز الى الصناعه الشعبيه، لان شفت كم كبير جدا من التجمعات الصناعيه التي بدات على ايدي صناعيه مهره، وواضح ان انتم صناعيه مهره طموحين، عندكم احلام وعندكم طموحات ان انتم يعني تدخلوا الى عالم جديد، وبداتوا تطلعوا انت احنا معانا منتج، وانت قلت انك انت بدات في الشهرين تطلع نماذج تقريبا 500 نموذج من المنتج بتاعك علشان تقدر توصل في الشهر ل 2000 ل 2000 قطعه تقدر تبيعهم. فانا شايف ان هي دي الدراسات اللي يمكن بتتعمل في السوق شويه، ويمكن الاكثر انتشارا هي المنشات الصناعيه الصغيره او متناهيه الصغر والاكثر قدره على الانتاج، واللي منتجاتها يمكن موجوده في اماكن كتيره جدا. يمكن شفنا يعني النموذج ده من المصانع، يمكن شفته في بسوس مثلا، يمكن شفته في العكرشه، يمكن في منطقه يمكن في قلب القاهره، ويمكن الكلام ده يزعل الدكتور خالد عبد العظيم، ان احنا شفنا مثلا منطقه صناعيه عظيمه جدا في منطقه اسمها جبل العرب في قلب القاهره، هي منطقه غير مرخصه وهي منطقه تنتمي للقطاع الصناعي الطبيعي، احنا ما بنقولش عشوائي، ولكن موجوده وناس قدروا ياخدوا الخطوه ويصنعوا ويحتاجوا لدعم. انا شايفك انت اول رساله قلتها النهارده في البرنامج، انا جاي علشان اكسب مصنع، جاي وانت بالنسبه لك فكره المصنع عايز تكسب رخصه، عايز تكسب تمويل، عايز تكسب ممكن طريق للوصول للخامة، عايز تكسب طريق للوصول للأسواق بشكل مختلف، عايز دراسات، يعني أعتقد حتى وإحنا دراسات الجدوى أو دراسات السوق ممكن يوفرها لك مركز تحديث الصناعة، وأعتقد إن هم عندهم برامج طموحة جدا في هذا المجال. هيئة التنمية الصناعية زي ما قال الدكتور خالد عبد العظيم يمكن بتوفر كميات كبيرة جدا من الأراضي في مناطق متنوعة لو أنت محتاج توسع، بس أنا شايف إن منطقة إن مساحة 450 متر بالنسبة لك مساحة مناسبة جدا. 450 متر، أعتقد إن هي مساحة مناسبة جدا للمنتج، يعني للمنتج بتاعك. بالنسبة للبداية كويسة. كلنا بقى عن منطقة القومية، فيها منشآت صناعية شبيهة لنشاطك ولا انت الوحيد؟ مشروعات نجاره وفيها استلس وفيها جميع الورش، يعني ممكن تلاقيها في القوميه. بتصنع نفسك ورشه ولا منشاه صناعيه؟ يعني انا اعتبر مصنع صغير. مصنع صغير. بالنسبه للورش اللي هناك، لان الورش هناك مثلا 3 في 4 4 في 5، يعني انا واخد مساحه بالنسبه ليهم مصنع صغير. محمد احنا بنشكرك شكرا جزيلا، اعتقد يعني مشروعك طموح جدا، واحنا انا بشكل شخصي بايد طموحك بشكل كبير جدا، واعتقد الساده اعضاء لجنه التحكيم قدروا يوصلوا لتصورات عن تقييم لهذا المشروع، واعتقد مهما كان التقييم اعتقد ان الدعم سوف يكون حاضر في كل الحالات. شكرا جزيلا، ونلتقي مع متسابق اخر. هذا البرنامج برعايه
قلبي أحلى حياة. هذا البرنامج برعاية